احنا نعرف اكو ناس ما تريد الحكومه، اكو ناس حاقد الحكم، بس احنا عندنا حرمه الدم العراقي. احنا نعرف ليش ما ندري بانه عمليه اللي قالها تقصير حكومي هي كان مو تقصير، هو عمليه انقلاب على الحكومه زين، والا سقاط الموصل واسقاط الانبار واسقاط كل هذا المثلث كله سقط بليلتين او تمام ثلاثة. بس مو يعاقب الناس يعني تعاقب الناس بهذه الطريقه سيدي. اجيب عامي شامه ماكو عامي شامه، اعطيتك ست فقرات ما بين الحكم ما بين القاء القبض ومن بين الحكم النهائي ست فقرات زين، ذني لازم كل ستة تعبرهن وتدليس وكذب ورشا يلا تقدر تعبرهن، والا القاضي يعبر على الامر هذا. ثق واعتقد القضاة عندنا جدا صعبين زين. انا ايش اقول؟ اقول الواقع بيخلي يحترفون الاخوان، يقول يا با احنا نريد نطلع الارهابيين مالتنا ونريد تقلبون صفحه جديده، هذا خلي يقولونه.